ايه يا جدعان، عاملين ايه؟ انا مصطفى من ام جوان، والنهارده هتكلم عن موضوع الرماد. هحاول ان انا اسهل لكم او اساعدكم في موضوع اذا كان جهازي انا اللي هو جهازكم انتو، محتاج ان انا فعلا اخليه كحد اقل ان هو 8 جيجا رام، او ان انا مثلا لو هزود هل جهازي ده يستاهل ان انا ازود له الرامات، سواء اذا كان هيبقى في عندي مشكلة في الجرافيكس، كارت الشاشة او السي بي يو البروسيسور، او ان المذر بورد او لوحة الام في الجهاز ضعيفة جدا مش هتساعدني بعدين ان انا ازود اي حاجة تاني. فهل جهازي ده فعلا يستاهل ان انا ازود له 8 جيجا رام ولا لا؟ وهل فعلا الالعاب اللي بتنزل الوقت الحالي دوت محتاجة اصلا 8 جيجا رام، ولا هما بس بيكتبوا كده وخلاص فاللعبة مش محتاجة اصلا ان انا يعني ازود لها 8 جيجا رام، ممكن تشتغل بال4 جيجا رام او 3 جيجا رام اللي عندي؟ فانا هسهل لكم الموضوع ده من خلال تجربتي مع لعبة واتش دوجز اللي انتم شايفينها قدامكم دي، اللي انا مصورها بالكاميرا وانا بلعب من على الشاشة عشان الموضوع يبقى اسهل واوضح قدامكم ايه اللي حصل معايا وايه اللي انا عملته. فاول حاجة، اول ما نزلت اللعبة ديت على جهازي، كان جهازي لاب، هو مش بي سي، كان اي 5 و4 رام، والفيجا ليها 7610 ام. طبعا هنا معايير الفيجات بتاعت اللاب بتختلف عن فيجات البي سي عشان تبقوا بس عارفين الموضوع ده، ما ينفعش نقارنهم ببعض. فايه اللي حصل؟ اول ما سطبت اللعبة كانت بتطول جدا في اللودينج، كان تبقى اللعبة شغالة كويس عادي جدا، بس لو ركبت مثلا زي ما انتم شايفين موتوسيكل او عربية ومشيت بسرعة اللعبة تهنج. لو انتقلت من مدينة لمدينة اللعبة بتهنج بطريقة رهيبة. كان بيبقى في حاجة اسمها فريم دروب، مش عارف يعني اوضحها لكم ازاي، بس يعني مثلا تبقى اللعبة شغالة على 30 فريم، فجأة تبقى 17 15 10 لمدة مثلا 3 ثواني وترجع تاني، دي حاجة بيسموها فريم دروب. فكل المشاكل ديت كانت بتقابلني، واعتقد ان قريت كتير عنها في النت، فاعتقد ان هي بتواجه ناس كتير منكم. طبعا المشاكل ديت بتواجه اغلبية الناس اللي عندها اقل من 6 جيجا رام، اللي هي اللعبة طلبها اقل حاجة. فعشان اعرف المشكلة ديت كانت عندي من ايه، كان قدامي خيارين، يا اما المشكلة ديت من كارت الشاشة اللي عندي او من الرامات. فكل اللي حاولت ان انا اوصل لنتيجة محددة يعني. فاللي عملته ايه، ان انا دورت على حد في النت يكون عنده نفس اللاب اللي عندي، بس الفرق ان هو مزود الرامات عنده مخليهم 4. فلو لقيت ان الشخص ده ولقيت ان نفس المشكله موجوده عنده، فبالتالي هيكون المشكله كده في كارت الشاشه ضعيف مش قادر يستحمل اللعبه. فكل اللي عملته ان انا دورت، ومن حظي ان انا لقيت حد معاه نفس اللاب بتاعي بالظبط، بس الفرق ان هو مزود له الرامات، ولقيت ان اللعبة شغالة عنده كويس جدا، مفيش عنده اي مشاكل نهائيا. حتى ان انا كلمته كتبت له كومنتس تحت الفيديو، وقال لي لا مفيش غير فريم دروب بسيط جدا ومش ملحوظ، يعني حاجة تعتبر مش موجودة نهائيا. فكل اللي عملته ان انا فعلا رحت اشتريت الرامات وخليت الجهاز بتاعي 8 جيجا رام، وزي ما انتم شايفين دلوقتي مهما مشيت بسرعة، حتى انا قاصد ان انا وانا بسجل فيديو اركب موتوسيكل عشان امشي بسرعة، مفيش اي فريم دروب، مفيش اي تهنيج ما بين بنتقل من مدينه لمدينه، بعمل اي حاجه نهائيا، اللعبه شغاله كويس جدا. بس طبعا في هنا بقى عيب الفيجا، ان الفيجا ما بتقدرش تشغل اللعبه طبعا على فول اتش دي، او ان بقيه الحاجات اعملها مثلا على هاي او ميديوم. طبعا زي ما انتم شايفين انا بلعبها على 720، واغلبيه الحاجه كلها على لو، ما ينفعش ازود اي حاجه اكتر من كده. طبعا هنا ده بيبقى عيب الفيجا، بس اهم حاجه ان هي بتبقى شغاله على 720 كويس. فده انا بالنسبه لي دي حاجه كويسه، ان ده لاب طبعا فما ينفعش نغير الفيجا بتاعته، فكويس ان انا وصلت للنتيجه دي اصلا. فبالتالي لو انت عندك بي سي او لاب وواجهتك اي مشكله في الالعاب اللي هتنزل في الشهر ده، في شهر نوفمبر او في اي وقت طبعا، فيها بس في العاب كتير جدا هتنزل الشهر ده، وتكون اللعبه دي مثلا طالبه 6 جيجا رام اقل حاجه وانت عندك 4، فلو واجهتك مشكله وعايز تعرف المشكله دي من الرامات ولا لا، حاول تدور على فيديو واحد يكون مثلا في احد صفحات الالعاب المشهوره كتب ان هو مثلا عنده نفس الفيجا بتاعتك والبروسيسور، بس عنده رامات 6 واللعبه شغاله معاه كويس، وانت طبعا عندك مشكله، فبالتالي كده هتعرف ان مشكله من الرامات عندك.
فحاول تدور على فيديو او مقالة او واحد كاتب بوست في الفيس يسهل لك الموضوع وتعرف المشكلة من ايه. ونصيحتي لكم يا جدعان في اخر فيديو طبعا ان انت تزود الرامات وتخليها 6 أو 8 اقل حاجة، لان كل الالعاب اللي هتنزل الفترة اللي جاية هتكون محتاجة 6 أو 8 جيجا رام. بس طبعا ده في حالة لو كان البروسيسور بتاعك ما يقلش عن الكور i3 والفيجا بتاعتك ما يقلش سعرها عن 600 أو 700 جنيه. ان انت لو عندك البروسيسور بتاعك اقل من الكور i3 او الفيجا بتاعتك اقل من السعر دوت، للاسف انت بتدفع فلوس في حاجه مش هتستفيد منها، لان لا البروسيسور ولا الفيجا دول اللي هم اقل من الامكانيات اللي انا قلت عليها مش هتساعدك في ان انت تشغل اللعبه. الالعاب الفتره اللي جايه هتنزل هتكون قويه جدا. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب اكون قدرت افيد اكبر قدر ممكن من الناس في الموضوع ده، ان هو موضوع صعب شويه ومحتاج انت تدور فيه كتير لحد ما توصل لنتيجة نهائية. يا ريت يا جماعة تقيموا الفيديو عن طريق اللايك او الديسلايك، هتلاقي كل طرق التواصل الخاصة بيها تحت في المرفقات او الديسكريبشن، الفيس وتويتر وانستجرام. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، سلام.